فوز غالي او يعني تاهل غالي، ولكنه مستحق في النهايه. يعني ولكن انت بقى بتقول تاهل غالي طبعا، يعني انت كنت بادئ قبل الماتش، ما كان في نتيجه جيده عملتها هناك، لكن إيجابية. كان لينا من الكلام ده. يعني هم، انا من وجهه نظري في 3 اسباب خلت النادي الاهلي بالشكل ده النهارده، انك انت كنت ممكن تخرج من سبب، خلينا نبقى واقعيين. يعني السبب الاولاني الاستهانه بالفرق، ويمكن دي ظاهره بقت عندنا شويه، انا شفتها في اول مباراه في كاس السوبر اللي خسرته، ده بدايته، ودي في المباراه دي. يعني لازم تعرف انه يعني لو ما اديتش الفرق حقها ممكن، يعني الماتش الاولاني ممكن تعاني، هتعاني. انت شفت خسرت كاس وكنت ممكن تخرج مبكرا. فالاستهانه يجب انك انت لازم ترجع للروح الثانيه اللي هي ما بعد سان داونز السنه اللي فاتت، اللي هي التحضير لكل فرقه، اللعب دفاع مع كل فرقه وهجوم، اللعب بتوازن، دي حاجات كتير لازم ترجع لها تاني. النقطه الثانيه الاعداد النفسي للعيب، انا شايف في شويه حاجات كده، انا يعني بلغه المدربين بشوفها، يعني انه في لاعبين كتير بعيده شويه يعني، وبعدها دي ليه لازم يتبحث في امرها. التغييرات الكتير في الفريق، انا معاك انك انت تحضر مجموعه كبيره تلعب، لكن مش بالدرجه دي. يعني انا مثلا المبرر النهارده فريدة سليم مثلا انه ما يبداش المباراه، تريحه الشوط لمباراه سان داونز فكره. ولكن هو انت قلت حاجه قبل المباراه، قلت لي ان برضه هو مستر كولر عينه على الماتش ده، ولكن بيفكر لماتش اللي جاي اللي هو غالبا ما هتلعب مع سان داونز، فممكن يكون واخد حيز من تفكيره الماتش اللي جاي. كابتن انا قلت لك الموضوع ده بحاسه مدرب، مش بقول لك انه صح، انا ما كنتش بقول صح ولا غلط في الاول، انا قلتها لك بحاسه مدرب بسلوك المباراه الاولانيه، سلوك المباراه الاولانيه والتغييرات اللي اتعملت في المباراه الاولانيه وراحت لعيبه في المباراه الاولانيه، بتقول انه يعني مستسهلين احنا فرقه سم، استسهلناهم حتى المباراه الثانيه. انا بكلمك النهارده مثلا التغييرات الكتير اللي غيرها في مثلا تغييرين مش هنقدر نتكلم عليهم لان هم كانوا غايبين لاسباب، سواء اصابه او عدم الرجوع في وقت مبكر، زي منعم ومعلول. منعم فانت فهيرجعوا على مكانهم، هيرجعوا على مكانهم، يعني دول عناصر اساسيه، اسلحه عندك ما تقدرش تستغنى عنها. فمش هنتكلم في الاثنين دول، مش هنتكلم في علي معلول ومش هنتكلم في محمد عبد المنعم، ولكن انا ليا يعني تعقيب على حاجه معينه. الشوط الثاني لقينا او واضح في هبوط في بعض مستوى بعض اللاعبين، كويس، توقعنا كلنا ان هيحصل تغيير، خصوصا بعد الدقيقه 65 اتضحت الامور. سيمبا دخل في اجواء المباراه بصوره عاليه جدا، تعبنا احنا كلنا، حتى من بره قلنا ممكن كره عشوائيه تخش فينا في اي وقت دلوقتي. ففي بعض اللاعبين هبط مستواهم الشوط الثاني. وجهه نظر مستر كولر ايه في موضوع التغييرات الشوط الثاني ده بالذات؟ هو ما غيرش. انا بقول لك وجهه نظره ايه؟ يعني انا يمكن الحاجات، النقاط اللي انا بكلمك عليها اللي انا شايفها دلوقتي على مستر كولر وعلى اداء النادي الاهلي من بدايه فتره الاعداد وبدايه رجوعنا بعد البطولات العظيمه اللي عملناها، بعد ال5 بطولات اللي اتعملوا السنه اللي فاتت. عشان كده انا بقول لك النقاط اللي انا شايفها مش لصالحنا يجب ان هو يراعيها، اللي هي الاستهانه بالفرق، دي الاولى. الثانيه الاعداد النفسي للفريق، وانا بعنيها كويس. الفروقات ما بين اللعيبه لازم يبقى في صراع ما بينهم شويه. الحاجه الثانيه التغييرات الكتيره اللي جوه الفريق، انك انت رضا سليم يلعب الماتش ده، لما يكمل اكسب وبعدين شيله، وعدم التغييرات المبكره اللي هو بقى بمعنى جوه المباراه نفسها. في مدارس بتحب تغير بعد الدقيقه 70، انا هو من المدرسه دي، ولكن في اوقات كتيره قوي انت ما بتلاقينيش موفق. ايوه بالظبط، حفاظك بيا
في الملعب بتزودني اللي هو حتة ايه يعني تأخر وبزيد نفسيا ببقى اقل يعني احيانا لما بتيجي تغيرني يا كابتن ايمن ممكن تغيرني بدري بتحميني ايوه انت بتحميني انا كلاعب ايوه صح يعني ممكن اكون انا هعمل حاجات اكتر وحش الحاجه بقى المهمه يعني عدم الرؤيه والوضوح في انك انت الاستراتيجيه اللي انت عايزها انت عايز تلعب على الحتتين انك انت تفكر لسان داونز اخلص من اول مهمه لان المهمه الاولى اللي هتوديك للثانيه انت لو سيمبا النهارده ربنا ما يعني ما اقربناش في جون كهربا اللي انا بقول عليه جون احنا كنا احيانا لازم تكسب كتير انت ضيعت وانت مضيع من هناك اصلا ما هو الحاجات دي كلها التركيبه دي كلها انا شايفها هدوء اللعيبه ده هدوء فرقه عارفه انها هتوصل انا اديتك مثال في خطوره شويه انت راح تلعب سان داونز لو روحك ما عليتش قوي لو فكرك التكتيكي ما عليك قوي لو انت ما وقفتش صح كويس قوي انت هتلعب فرقه كبيره بتعرف تكتيكيا تلعب بتعرف فنيا تلعب وفي حاجه مهمه كمان يعني متمرسه معاك صحيح وعموما هو دايما النادي الاهلي متواجد في المباريات الكبيره وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي زي ما قالوا كباتننا الكبار هتبقى الشكل مختلف تماما لان النادي الاهلي بيعرف ازاي يلعب مع الفرق الكبيره هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار انتظرونا